بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم الدينية التي يسرنا أن نعرضها على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ليتفضل بالإجابة عليها مشكورا. السؤال الأول ورد من السائل إسماعيل نجم من العراق من محافظة نينوى، يقول فيه: أنا عسكري، فإذا حان وقت الصلاة ولم ينتهي الدوام فلا أستطيع الصلاة، وفي بعض الحالات وفي بعض الأيام حتى ولو سمحت الفرصة خوفا من العواقب فأنا لا أؤديها في وقتها، وفي بعض الأحيان يمر علي صلاة أو صلاتان لا أصليهما بسبب هذه الحال، فما الحكم في هذا وكيف أؤديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه يجب على الحكومات الإسلامية أن تراعي أحكام الدين في أنظمتها، فتجعل للواجبات الدينية مكانا لا يزاحمها. فمثلا الصلوات تجعل لها فرصة تؤدى فيها في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة جماعة حتى في حالة الخوف ومقابلة العدو. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد الآية. وذلك لأن الصلاة أكبر عون على جهاد الأعداء وعلى الحصول على النصر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيجب على الحكومات الإسلامية أن تراعي هذا في أنظمتها. أما ما ورد في السؤال من أن هذا الرجل يشتغل الجندية وقد يأتي عليه وقت في العمل لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، فماذا يعمل؟ نقول: أولا يجب عليك أن تراعي الظروف والأحوال، فإذا كان يدخل وقت الصلاة قبل بداية العمل فعليك أن تصلي قبل بداية العمل في أول وقت الصلاة، وإذا كان وقت الصلاة يدخل وأنت في أثناء العمل فحينئذ إذا أمكنك أن تصلي وأنت في عملك فوجب عليك ذلك، لأن تصلي وأنت في العمل إذا أمكنك ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كنت لا تتمكن من أداء الصلاة في أثناء العمل وكانت هذه الصلاة مما يصح جمعها مع الأخرى، فلك أن تنوي جمع التأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فتصليهما جمع تأخير نظرا لظروفك أنك لا تستطيع الصلاة في وقت الأولى. ولعل هذا من الأعذار المبيحة للجمع في حقك، لأن هذا العمل لا يسمح بأن تصلي ولا يمكن الجمع بين العمل والصلاة، فإذا تنوي الجمع. وكذلك لو الحالة الأولى قلنا إذا دخل وقت الصلاة قبل بداية العمل وكان يستمر إلى وقت الثانية ولا تتمكن من الصلاة في أثناء العمل، فلك أن تجمع جمع تقديم قبل أن تدخل العمل. قبل أن تدخل العمل، لأن هذا من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. الحاصل أنك تهتم بصلاتك وتراعي الرخص التي رخص الله تعالى بها في الأحوال، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن حافظ على صلاتك ولا تضيعها. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي بعثت به السائلة عين من السودان، تقول: أجريت لها عملية في الحلق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضان، فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء؟ أجريت لها عملية في الحلق ومنعها الدكتور من الصيام، فماذا يجب عليها؟ الجواب أن الذي يجب عليها نحو الأيام التي أفطرتها من جراء عملية الحلق، الذي يجب عليها القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي الأيام التي أفطرتها وليس عليها أكثر من ذلك. الدكتور الذي يأمر بالإفطار في رمضان، هل يسمع كلام أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلما؟ هو إذا كان متخصصا في المهنة وحاذقا فيها، وكان المريض
يحس مثلا بحاجته، المريض نفسه يحس بحاجته إلى الإفطار مع قول الطبيب إنه يفطر. أما إذا كان المريض لا يحس بحاجته للإفطار، قادر على الصيام، يرى من نفسه القوة والمكنة من الصيام، فإنه لا ينبغي أن يعول على قول طبيب غير مسلم. نعم. السؤال التالي بعث به المستمع عين با من مكة المكرمة، يقول فيه: أنا شاب متزوج وقد تبول طفلي في عدة أماكن من الفراش الموجود في المجلس، وأعرف بعض مواقع التبول والبعض الآخر لا أعرف موقعه من الفراش، حتى أنني شعرت أن جميع الفرش غير طاهرة، فهل يجوز أن أسير على الفراش وأنا متوضئ للصلاة، علما بأن المواقع التي أعرف موقع البول فيها غسلتها بالماء بمقدار كأس من الماء وأمسحه بعد ذلك، وهل علي إعادة الوضوء مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إذا كان السائل كما ذكر قد غسل مواطن النجاسة بكأس من الماء وأزال أثرها، فلم يبقى حينئذ النجاسة، فعليه أن يمشي على الفراش ورجلاه فيهما رطوبة من الوضوء، لا حرج عليه في ذلك، لأنه يقول إنه أزال النجاسة وغسلها، ويقول بعض أماكن أزالها والبعض الآخر يشك. أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة لم يزلها ولا يعلم مكانها، فإنه يتجنب هذا الفراش كله، لا يطأ عليه وهو رطب الرجلين. نعم. لأن الرطوبة هذه تتأثر بالنجاسة وتسري النجاسة من مكانها إلى القدمين المترطبتين. أما إذا كانت رجلاه يابستان، إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء، فلا مانع أن يمشي على الفراش. نعم. لأن اليابس لا يتأثر بالنجاسة. كان البول قد يابس أيضا، والبول أيضا يابس والرجل. نعم. يابسة، حينئذ لا يحصل محذور. نعم. لا يحصل محذور، ولو استخدم النعلين أو المداس ولبسهما توقيا لهذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف النجاسة، إن كانت النجاسة رطبة ومعروفة يتجنبها. نعم. إذا كانت النجاسة غير رطبة وخفية في هذا المكان وكانت رجله يابسة، فلا حرج في ذلك أن يمر من على الفراش. وإذا كانت النجاسة يابسة ورجلاه مترطبة والنجاسة خفية لا يدري في أي مكان، فإنه لا يدوس على هذا الفراش إلا بحائل بأن يلبس النعلين وما في حكمهما. بالنسبة لإعادته للوضوء بعد وطئه للمكان، وكما أشرنا إذا كان هو لا نأمره بإعادة الوضوء، لأننا لا نتيقن أنه وطئ نجاسة، والأصل بقاء الوضوء وبقاء الطهارة، الأصل أنه على طهارة. نعم. وكونه مشى في مكان مشكوك فيه في نجاسته ورجلاه مترطبتان ويخشى أن يكون قد داس على النجاسة، ولكن لا نتيقن هذا، نقول الأصل بقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك إن شاء الله. إنما لو اتضح أنه وطئ فعلا مكانا نجسا، إذا اتضح أنه وطئ المكان المتنجس ورجله رطبتان، فإنه يعيد الوضوء، يعيد أنه حينئذ يكون تأثرت رجله بالنجاسة. هذا سؤال أيضا ورد من الأخ عبد الرحمن عبد الله إسماعيل من جدة، البعثة الجيولوجية الفرنسية بجدة، يقول فيه: أنا مسلم سوداني أعمل حفار في الصحراء، كنت قد نذرت للرحمن صوما 3 أيام من كل شهر هجري، وكنت مواظبا على هذا الصيام إلى أن التحقت بالعمل في الصحراء، حيث أن طبيعة العمل شاقة، وصمت أيام شوال ووجدت فيها مشقة شديدة، ولم أصم 3 أشهر أو 4 التي تلتها، فأرجو أن تدلوني عن كفارة ماضي أو البديل للصوم تحت هذه الظروف. فسبب النذر هو أنني قد طلبت من الله العلي القدير أن يوفقني في مهنتي، والحمد لله بمشيئته وفقت وصمت وصممت على الوفاء بالنذر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأنت نذرت أن تصوم إذا حصلت على مطلوبك، وقد تحصل المطلوب فوجب عليك الوفاء بالنذر. وقد ذكرت أنك بدأت بالوفاء وصمت 3 مرات، ولكن في أثناء عملك في الصحراء كان يشق عليك الصيام. نقول: يجب عليك أن تصوم ولو كنت في الصحراء، ولو صار معه مشقة متحملة. إذا كانت المشقة متحملة فيجب عليك أن تصوم ولو مع المشقة المحتملة على الفور. يصوم الأشهر المستقبلة. نعم. المستقبلة يواصل، هو يذكر أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد من سنة معينة، الظاهر أنه نعم. من كل شهر أنه مستمر. نعم. فيجب عليه أن يواصل كل شهر ويصوم.
عملا بنذره وفاء بنذره، ولو كان يناله مشقة فيها شدة لكنه يتحملها. أما إذا بلغ الأمر إلى الخطورة وكان لا يستطيع مثلا الصيام، ولو صام لحصل عليه خطر من الهلاك، فحينئذ يفطر ويكفر كفارة يمين عن الأيام التي لم يستطع صومها. نعم. وكفارة اليمين هي عتق رقبة إن وجدها، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، يخير بين الأمور الثلاثة. فإذا لم يستطع واحدة من الأمور الثلاثة ينتقل إلى صيام 3 أيام، هذا عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها. ولو قدر بعد ذلك، نعم، لو زال هذا العذر واستطاع بعد ذلك أن يصوم فإنه يصوم. نعم. أما بالنسبة للأيام التي تركتها فيما سبق ولم تصمها فكما ذكرنا تؤدي عنها كفارة يمين. السؤال التالي يقول فيه السائل عبد العظيم بعرور من جمهورية مصر العربية ومقيم في المملكة، له في الحقيقة عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم تأخير صلاة العيد عن موعدها، علما بأنني في ليلة العيد كنت ساهرا حتى صلاة الفجر، وبعد ذلك أخذني النوم ولم أستيقظ لأداء الصلاة؟ أولا تعلم أيها الأخ أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فما دام أداها المسلمون فإنها لا تجب عليك لأنك كفيت بفعل إخوانك المسلمين. وثانيا تعلم أن وقت صلاة العيد يتمدد من ارتفاع الشمس عيد رمح إلى دخول وقت الظهر إلى الزوال، فهو لا يفوت. ولكن كما ذكرنا ما دام أن المسلمون أدوها وصلوا صلاة العيد فليس عليك صلاة عيد، وإن أردت أن تقضيها تصليها ركعتين في وقتها فلا مانع من ذلك. إن أردت أن تصليها وحدك بعدما صلى الناس، لا، صليها ركعتين ما في مانع. نعم. سؤال آخر يقول: ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقا لها؟ الزكاة إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة إنه يجب عليك إخراج الزكاة، وإذا كنت لا تعرف مستحقا لكونك في بلد غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من يعرف، تعمد من إخوانك أهل البلد الذين تثق بهم، تعمد من يخرجها على المستحقين. نعم. وإذا كنت لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيها من يستحق الزكاة وتدفعها إليه. جزاك الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، وقت حلقتنا هذه قد انتهى، فنعيدكم إن شاء الله تعالى بلقاءات قادمة نستعرض فيها العديد من رسائلكم واستفساراتكم. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.